إذا مشاهدينا، نحن نعود لمتابعة التطورات الواردة من سوريا، حيث أكدت وسائل إعلام رسمية سورية أن القصف الذي تعرضت له مناطق محيط دمشق قبل قليل كان يستهدف منطقة كفر سوسة السكنية. نتابع معكم إذن هذه المشاهد الأولية الواردة من الموقع، والتي تظهر بعض الأضرار التي لحقت بأحد المباني السكنية. راحوا الدراويش جمعة التاريخ.